تنبيه، هيدا البرنامج بيجمع أربع أصحاب مهمتهم الوحيدة إنه يحرجوا بعض بتحديات غريبة بيقوموا فيها وين ما كان وكيف ما كان. كل جوكر بدوره لازم ينفذ التحدي المطلوب، والمشكل إنه كل شي بيقولوا له يا أصحابه بدينته لازم ينفذه، وإذا رفض بيخسر. وأكتر جوكر خسران بالحلقة بيطلع له قصاص مزل كتير. الله يستره، ما تجربوا هيدا الشي بالبيت إلا إذا كنتوا كتير مهضومين. كيف شي حلو اسم الله، طالع أمه هالصبي مش اخد شي منك، ما تزعل مني. الجوكرز ليلي بيلعبوا بالحضانة. يلا ايه اي كلنا كلنا وبيسايروا ولاد بأسواق بيروت. اسم الله شو اسمك؟ يا الله إلي زمان مش حامل ولد هيك. الجوكرز اليوم عند مايك سبورت بتحدي جديد، رح نشتغل بقسم الأحذية. الهدف من هذا التحدي هو انه ننفذ كل الاوامر اللي بيقولوا لنا اياها الجوكرز بدينتنا نحن وعم نتعامل مع الناس. ومثل ما صرتوا تعرفوا انه اوامر الجوكرز محرجه جدا لالنا. ومثل ما صرتوا تعرفوا انا دائما بقول اخر جمله، واللي ما بينفذ الاوامر بيخسر. ليه دائما هيك بيعطوك اخر جمله؟ ليه انت هيك بقولك هاي؟ انت مفروض سيلز مان كتير قوي. كتير مفروض. هو مفروض هو لا شوف. هو فعلا قوي إيه؟ على الارض. هاي بونجور، كيف هيك خلاص؟ شو في سيادتك؟ شفت السيارة الجديدة؟ شو تشتغلة؟ محامية. بس انت مش كل يوم كل وقت بالمكتب. اوكي تفضل. لكن بدي اسألك سؤال، انت كمحامية انت شو بتشتغل؟ اي ضمان المحامية؟ كل شيء؟ عندي مشكلة، ضربت بنت عمي امبارح. امبارح صارت مشكلة مع بنت عمي وغلط ضربتها، يعني انفعلت. وقتلت. وما عاد عم تتنفس آخر شيء، يعني دقوا لي على التليفون كأنه فاتت كوما. معقول يعملوا لي مشكلة؟ معقول يعملوا لي مشكلة؟ هي قالت لي إنه أنا حيوان. هي كيف بلشت؟ هي بلشت المشكلة معي، قالت لي إنه أنا حيوان. بس أنت ضربتها؟ إيه. انفعلت، يعني كان مشكلة كبير، رقعت على الطاولة دغري هيك. إزاء مقصود؟ لا هي عصبتني بس. إلا بس أنا ما كان مقصود. إلا ما كان مقصود. أنا عن جد ما كان قصدي. بنت عمك؟ إيه خيفان. أنا خيفان شو يصير لأنه بتعرف العائلة. هلا؟ شغل ما قدرت أهرب. ما خذ شيء. هلا هي دقولي قالوا المستشفى كوما. ما بعرف تبي إيه كانوا يكذبوا علي تأنا أروح. طيب برأيك لازم أهرب؟ أحسن في الأهرب. لا. لأنه بيت خالتي بالجبل عم يطلع عليه. لا ما تهرب. في ساعة كتير بالجبل. بعدين فوق ساعة ما بهرب. ما تحدى على الباك. سوري. خبرها انه انت عندك خطيبه وتركتك بلش بكي. حلوين البانس. احسن شيء. انا خطيبتي كنسلنا 3 سنين. خطيبتي كنسلنا 3 سنين. تركتنا من يومين. من يومين تركتنا. ليه؟ الناصح. هيك الحجة. بلش بكي. بلش دمع شوي. سوري هلا فايق. كل ما بشوف فانز بتذكرها. كل ما اشوف فانز بتذكرها. الا هي كمان كانت 41. هلا بس قلت 41 كمان هي قياس اجرها كان 41. كيف رد؟ هلا اذا ماكينك. ما تعرفت على اسمك. سوري ما تعرفت على اسمك. زهرة. هي كمان اسمها زهرة. تعرف انه كمان اسمها زهرة. هي اسمها زهرة. هلا سوري انفعلت من شوي. سوري عن جد هلا فات فرت انفعلت قدامك. بس ارتحت لك. لانه ارتحت لك. حسيتك مثل خالتي يعني. خلقي. على فكرة بتشبهي خالتي لانه الله يرحمها. عن جد. قياس اجريك شو قياس اجريك؟ رامي كب السباط على رامي. تعال هون ترامسات. اعطيني واحد ترامسات. اسرع يا حيوان. اسرع يا حيوان. هو رامي ما بيمشي الا بالعياط. ما بيمشي غير بالعياط. سوري. مين انا عالثاني؟ بدهم يشتروا هلا، حبوا الصبايا كثير. هيدا هلا راح يجيبوا رامي الفالس 39. تبتونيك بيجي هيدا. تبتونيك بيجي. 6 دقايق. ضحك رب. قدي مشوشو ضربني كف. ضربني كف.
ثاني مرة ما تقول لي حيوان. اعتذر شو؟ اعتذر منه. اعتذر سوري. ثاني مرة ما تقول لي حيوان الدنيا. سوري بلش فيه أوطن. سوري ايه. هون مش مزح. زلبوس اجره. هون مش مزح، هون في شغل. بلش بكي، بلش بكي واعتذر. هون مش مزح. سوري اوكي بالكافيتيريا بنمزح قد ما بدك. ضربني بعد. خلاص. بونجور بتحبوا تجربوا الفانز؟ هذا ليك هذا مش معه بناتي كنت في موفروز؟ لا لا هذا للصبيان مش بناتي. للصبيان اكيد؟ ايه موفروز. ايه وإذا في موفروز موفروز للصبيان كمان مش بولي سكس يعني بولي سكس هذا. لمين بك رئيسي؟ لأله. خلي يقعد. ما بعرف. قال له مسيو ما معقول شو مهضوم ابنك. اسم الله مسيو ما معقول شو مهضوم ابنك. طالع على أمه. طالع على أمه. انا سنت جاي لحتجوز ان الله راد وبدي اجيب ثلاث اولاد كثير بحب الاولاد مثل لوسيان الله يخلي لك اياهم كلهم مثل كريستيانو يكونوا مهضومين طالع على امه ان شاء الله طالع على امه يلا حطه هون بسم الله ما بيطلع له ريحه اجران لا مثل امه مثل امه وقفت شو شايف شو حلو اسم الله طالع على امه الصبي مش اخذ شيء منك ما تزعل منه ما تزعل منه شانس انت هلا ولد مثلك مثلهم خليكن معنا لانه بعد الفاصل مرحبا يا اصحاب الجوكرز اليوم اجوا على مادر جول بتحدي جديد رح نلعب مع الاولاد والهدف انه ننفذ كل شيء بيقولوا لنا الجوكرز بدنا يكون شغلة قبل ما اموت يلي ما بينفذ شو بيقولوا له بدايته بيخسر انا بامن بحبه يا زلمه شو ولاد شان انت هلا ولد مثلك مثلهم شو؟ عمرك سنتين الا يعني سنتين بس سوقك سنتين يلا زال خليهم يشوتوه بعيونه بس تخش خلقنا ايه هي السفرة خدها ايه شيلها للسفرة مس اسمعك شوي هيك البوست تبعك حطه ايه 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 بلش بكي بس اشتك اياها بلش لبك بالهواء بلش لبك متكاتربيلر ايه روح على ياهلا جرب فوت فيها ما هو ينفق وعلاء علاء فوت ايه خلق علاء وكبوز بك جوا حرق يا ويلي بلش بكي حبيبتي عن جد يا ويلي كيف شفقلك في واحدة مشلحني ما في واحدة مشلحني جرب ابا صرخ صرخ جرب وقف وهي براسك قلت يلا هلا واحد واحد انا ترامبلان يلا عمو ايه يلا بتجرب عمرو لي بولي بالهواء له يلا مين بده ينط على بطني يلا مين بده ينط على بطني مين بده ينط على بطني خد تستاهل يلعن عن عرضك ما ماشي ماشي يلا يا اولادي حلوين اسمعوني شوي يلا كلكم جمعوا هون نتعلم غنية حلوة يلا أنا الدب الأبيض أنا الدب الأبيض أنا ناصح كتير أنا ناصح كتير هلا هون شرقي بدك تهزب خصرك أنا بحب أكل ولاد هزب خصرك أنا بحب أكل ولاد أوكي توني ايه قال له مره من زمان مره من زمان كان في ارنب كان في ارنب وكان في عنده رفيقه العصفور كان في عنده رفيقه العصفور يلا طير طير انت العصفور طير رفرف بروم ايه بروم ايه 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 بعد بعد ايش ها ورفيقه العصفور رفيقه العصفور كان اعمى كان اعمى يعني ما بيقشع ما بيقشع يعني يمشي ما بيقشع دايما بيطير ويفوت بالحيط دايما بيطير فرجيهم كيف يفوت بالحيط كود وفوت وقع
ايه حلو ايه وقع يوقع كثير كان وهيدا العصفور كان يفوت كمان بشراية الكهرباء ويكهرب بعد أكتر وموت كمان موت جايس كبيرة نام هم بالنص قلن يا ولاد يا ولاد يا حلوين يا حلوين مين في يضربني مين في يضربني طب مين في يضربني اقوى ضربه ينط هلا اخذ يلا مين في ايه يلا ايه اي اي كلنا كلنا قلهم كلنا كلنا بعد اقوى اقوى قلهم اقوى عاوزني كلنا عاوزني كلنا ضربوني يلا يلا انطوني ولعوا ضربوني يلا 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 كلنا كلنا تجمعوا كلنا تجمعوا كل شيء في خلشني مين بيكون يا ساتوري في ست شعرات فيهم شعرات يلا ليكون شعراتي قوم عاد عاد شدوني تعال يلا هلا انا هعمل يلا شدوني بشعراتي يلا اقوى 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 ايه ايه صح كلكم اوكي بس بس بعد بعد حبيبي يا عم مين في يضربني اقوى كف يلا بالدور يلا عوجي قربوا يا زلمه يلا قربوا ما تخافوا ضرب حالك ما تخافوا كف يلا يلا كلكم 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 قلن كلكم كف هيك كل ايه يلا كلكم يلا دبروا يلا كلكم كف عوجي يلا كلكم وهلا قلن رح فرشك شوي اجري مين في يركض ويشوت اقوى صوته انا في اعمل هيك يلا هلا شو شو بدنا نعمل قربوا خلونا نتجمع كلنا هون قربوا اوكي قرب بدي اخبركم قصه قعدوا خليوني اقرب قصه قعدوا قصه كثير حلوه تعالوا هون اخبركم قصه كثير حلوه القصة بتحكي عن أميرة عندها دونت عن أميرة عندها دونت بتعرفوا شو يعني الدونت؟ هيدي اللي بناكلها اللي مدورة مفخوشة بالنص المدورة اللي فيها عندها دونت كتير كبيرة عندها وهيدي الأميرة هيدي الأميرة بتحب أمير عنده الدونت بتحب أمير يلا تعالوا نلعب بالطابة يلا يلا اضربوني بالطابة اضربوني بالطابة أنا بخسر شانت رجع لأيام الطفولة بهالتحدي وتذكر لما كان صغير وبلع المعلمة أنتوني أكل قتلة من الأولاد وفؤاد ما قدر يخبر قصة الدونات والهوت دوغ والنتيجة خسارة لفؤاد وأنتوني بس الحلقة بعدها بأولها جوكرز بكلاس فور منصورية وبتحدي جديد رح نكون أساس الرياضة محترفين ورح نساعد العالم اللي عم يتدربوا بس المشكلة إنه نحن ما بنعرف شيء عن الرياضة الجوكرز هن رح يقولونا بدايتنا شو نعمل واللي ما بينفذ أوامر الجوكرز بيسي بيسي نعم بيخسر 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 لا مش قصدي كده ولك أي لك شعب لك أي لك ما عم بنجح لك أي شعب إبني معك كوتش أنتوني رح أعطيك شوية تبس بعتقد جديدة هون إيه أنا شايفك لأنه قبل مرة أنا رح أعطيك هيك مثل تبس بس لتقدري تشتغلي كرمال تقدري تعملي عضلات متوازنين بجسمك إلا أنا أخد كور أنا أخد كور أخذها أنا شوف أنا أخد كور مع مستر مياجي مش تقيلة نفسي أنا أخد كور مع مستر مياجي عنده تكنيك اسمه وكس أون وكس أوف عنده تكنيك اسمه وكس أون وكس أوف هلأ بقلك وكس أون وكس أوف وكس أون وكس أون وكس أوف بعد وكس أون بعد مرة وكس أون وكس أوف هلأ اعملي لي وكس أوف وكس أون يعني أوكي هلأ بدنا نمشي بالعكس واحدة وكس أوف وكس أون بدنا نوقف وقفة عندك أوكي منقرب ونرجع صح وكس أوف وكس أوف وكس أون وكس أون جو وكس أوف بعد عم بتحس المعدة شي عم شدت 100% هذه I'm so proud of you madam I'm so proud of you madam يلا good I'm so proud of you madam أنا okay. وياك منوصل أكيد يلا منوصل واكس أوف واكس أون
بهالوقت انتو عم تعملي انا بدي اعمل بوش اب فرجيك كيف تعلمي كيف يعمل بوش اب. اوكي بهالوقت انتو عم تعملي هلا ضلك بدك تعملي كثير بس نعمل مالتي تاسكينج. رح نعمل مالتي تاسكينج انا وياك لانه بس خلصي بدنا نعمل. انا كثير قوي مالتي تاسكينج. اوكي انا كثير قوي مالتي تاسكينج بلحق على كذا شغله على الايباد. يلا هلا هلا رح فرجيك بوش اب بايد وحده تفرجي منها. بس عم جرب شغله لانه هلا تفرجي بوش اب بايد وحده. هيدي شايف الظهر شو جالس. اوكي هلا اثنين هلا بوش اب بايد وحده. شيل اليمين. هيدي كثير ثقيله جدا بس بتساعد هيدي البارتي اللي هون. صح اوكي فرجيها بوش اب. تنزلي ما بتطعج هيدي الايد بديك جربيها عتقلك انا شوي تقلق اكثر. بتنزلي هلا بتفرجيك بوش اب بلا ايدين. هلا عم ما تضحك طقت ايدي. اوكي انت اكيد انا ما رح اضحك. لا انا لانه عم اعملها بس على بس انا على الكد على كثر واكل يوم تعبان يعني. ما بدي اقص عليك واكل كبه بالصينيه. واكل كبه بالصينيه بتعرفي تعمل نفخه. 1 2 1 بيرفكت 2 ثاني ايدها 1 2 اوكي 3 4 هنا هي عمل عمل ال 20 انت 5 6 اوكي 7 8 يلا عد غلط 9 10 12 15 16 20 11 12 انا فرنش ادوكيتد. لا سوري 19 20 انا سوري انا فرنش ادوكيتد. تروي تروي كات كات سينج سينج سيس سيس سات سات وات وات نوف نوف دس دس از اون دس دس ترس كاترس كاترس كات سيس سات 18 19 19 فين فين بيرفكت. اوكي علي لك بعد وحده وعملي سات انت لحالك هديها بس المره علي الثاني سوا 10 بس بدنا نعمل 1 2 3 4 4 5 5 6 7 6 7 7 8 8 9 9 10 10 بيرفكت. هيدي ما بدك تعمليها. اوكي هلا فاذا يور فوكسينج هير اسحب من جيبتك كيف تجيب هلا يلا يلا شيل وبلش كول وكفر يلا يلا. طيب هلا بدك تكفي هون. اوكي ليتس جو ليتس جو. جرب ضيفه جرب اوكي له شيء ضيفه شو ضيفه 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 هلا بس ياخذ دغريته اكسلنت عم جربك عم جربك بس هاي هي يس اكسلنت صروخ اكسلنت 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 يس مان انت I'm amazed by the amount of information and energy وال انت عم انت فيك تكون كوتش هون ده احسن مني هون يعني انت you know more than me هو كلهم ما بعرفهم بنت انا في كوست انه amazing you're keeping track فوتوني واسطه لانه عمي انا لانه هون فوتوني واسطه لانه عمي بيشتغل هون انا ما خصني اصلا انا ما خصني انا اساسا شايف طلع جسمي انا اساسا شايف مطبخ بس انه حطوني هون لمره انا شايف مطبخ انا شايف مطبخ حطوني هون لمره معلم شاورما يعني بعمل لك شاورما انا معلم انا معلم شاورما وشاورما اكسلنت بعمل يعني بعمل شاورما اكسلنت فيك انت اهم شيء بالسكور مدام بدي اطلب منك شغله تبهت عليك انت عم تعمليها على التريدميل وقت قربت احكيك حسيت في شيء ستريس فبدي اياك تكوني لوس والعب معها سامبورد فيك تمدي ايدك هيك اجينست ايدي اوكي جريت اوكي سكري صبيعك على صبيعك اوكي هلا سكريهم هيك جريت اوكي هلا انا او تراي تو بوت ماي يعني هيدا البوس على هون جربي انت هربي اوكي خلينا اوكي اوكي بس خليك لوس 1 2 3 اوكي اند فؤاد بس تربح كيف وقلنا اكل ويا واخبار انت اكل اي وان اي وان فاجيك سربريز هلا بدي اقول لك شيء انه
ما عليه رح احكي انا قدام كلاينت انه في جيني شكوى انه المدام كانت عم تمرنها قبل طلعتني من تيبي مروح لها كتفة من هون احيل المستشفى وربطها عم تنمل على ايدها. شو هي بيلوس؟ شو قلت لي انت انه عم تعطي الفيدباك مزبوط؟ بيلوس لا بيلوس قلت لي انت انه معك شهادات وبتعرف ايه معي شو ايه معي شهادات فؤاد ما تشيلها ما تشيلها ما تشيلها ليك المرة كيف هربت؟ لا ما جيني كومبليت احي هلو بيروس احي الورا احي لحظه وقت ما تشيلها والشاب اللي كوتش لبس احمر مع قلو انا ما شلت ما فيك هيك انا ما شلت ما فيك هلا جاي انت بنظر قدامي مش عم كوتش مش عم نظر قدامك جاي تنزل لا بدي احكيك انا احكيك على جنب مزبوط بعدها بس هلا انا جاي تنزل قدامي كوتش والله مش عم جاي تنزل قدامي كوتش والله كوتش بدعوسك كوتش بدعوسك هلا بدعوسك صوت خيفان يا سوري بس عم تطلع فشت خلق قدامي ضيقتك شيء مدام ضيقتك شيء حسيت تضيقت مني بشيء احيل مدام روحتها احيل بالمستشفى اي مستشفى انت هي بقره قلو مين مدام دومه غلط مش معقول شو قادر كاع قدامه قل له بليز سامحني خلص سامحني طب بليز سامحني خلصيني على المكتب بليز سامحني بليز سامحني I beg you forgive me please بوس اجرك انزل بوس اجره يعني مع شانت فؤاد وأنتوني كل واحد كرشه قدامه وسبار رح يطلع منه بس رغم هيك قدر شانت ياكل شيبس ويعطي صف رياضة بكل جدية فؤاد مثل العادة استحى ويلي بيستحي بتروح عليه يلي 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 خليكن معنا لأنه بعد الفاصل لا ليه فل الجوكرز وصلوا على أسواق بيروت وإذا عندكم أولاد خبوهم الهدف هو أنه نسرق أولاد وإذا كانوا أهلهم معهم بدنا نلاقي حجة نقنعهم يخلونا نحملهم وإذا ما حملناهم منخسر أنا حملتهم شاط عم نمزح هيدا بنت مين اترك البنت ليك نقي واستحلي مان شو طيب بس يعني ابنك اسم الله ديبوسو شو اسمك؟ كوماتي تابل بالإذن في مجال حبيبي خليك يا الله حب الأولاد عندي إلي زمان مش حامل ولد هيك ولا قطعة واحدة حبلة بيخلف لها توني ليحمل الولد حبلة؟ طلي بوش يحمل خطأ يا غير ولد موزور عمو سلام يا عمو كيفك؟ شو اسمك؟ عبدالله تعملوا كاستينج؟ حضرتك بيو؟ خيو لبيو عمو يعني تعملوا له كاستينج؟ لا عبد الله تعال عندي شوي تغير رأيك ليك صورني معه شك البراء شو بخرجي يا شو هاني الولد كمان رواق قاعد معه أنا دجا صار معي ولد أو لا مش محسوب هيدا فقط على يمينك هيدا دواء يلي 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 لا بدك تنزل بسرعة وأنا ضغري بحملك وببرمك يلا شربه يلا إذا وسق فيه نازل أضربه مش معقول لا ليه فل اسم الله ألو مرحبا شو اسمك؟ تايم؟ انا شانت يا تايم قل له يلا تعال تعال على كتافي ويش الحال؟ تعال على كتافي تعال ليه ما بدك؟ هيك كزورة على كتافي من كتاف بيك ابنك؟ اسم الله يلا تعال على كتافي يلا هو بيك بحطك يلا ماما منروح من هون لهون يلا شانت دو ات يو كان دو ات شانت يا تايم بابا صرنا اصحاب
طيب يلا شكرا. الله معكم. حبيبي هلو. اسم الله ابنك؟ ايه اسم الله. اسم الله شو اسمك؟ ابراهيم. ابراهيم يا ابراهيم. فيني احمله؟ في مجال احمله بس؟ على جد؟ هيا هلا. الولد الصغير خاف يطلع على كتفه لشونت. غريب مع انه شونت كتير سامبا وما بيخوف، بس لحسن حظه لشونت فؤاد كمان فشل انه يلاقي ولد يحمله، يعني هو الخسران الليلة. والقصاص اكيد شي كتير مأذي حضروا له يا جوكرز. I'm so excited. فؤاد تذكر لما حطيت اصبع اجر الرجال بدمك؟ ضل 3 ايام تم ممرمر، ما تقولوا لي هلا هيك. هلا حضرنا لك شيء احلى بكثير، بما انه انت الخسران معنا، كل واحد منا كتب لك كرتونه على كبير القصاص بدك تنفذه. مش بس هيك، سعرنا لك كل قصاص. وبروك بدك توصل لعند العالم بدهم ينقوا هن قصاص من هالقصاصات، ومقابل كل قصاص بدك تدفع مبلغ معين. بتصالوا مصاري هن بقصصوني. طبعا. وبدي اعملهم كلهم، خلصوا كلهم. هيدا القصاص تبعي. وهيدا المصاري تبعك عم تدفع من جدك. ثانك يو. عن جد ثانك يو. انا هيدا قصاصي وهيدا حقي. حبيبي. هيدا اسمي لعبد. ثانك يو. وانا هدول شنط الاثنين يا مان. خلي كل واحد على حجمه مالي. انا بحبك كثير بتعرف. وراح اعطيك شو؟ 10000. 10000 شو دسم هيدا يعني؟ كثير عجبت عادوا احلى اصحاب بالعالم. قلت لك احلى اصحاب بالعالم. الله يسعد. والله انت شفت اخر وحده؟ قوية كثير. بخوف. ما بعملها اللي علينا ولا اقدر. هاي كيفك؟ خسرت تحدي من اصحابي. اوكي؟ فهني على كل وحده من هول الاوراق كاتبين لي قصاص، بدك تساعدني تنقي وحده تفتحها نقراها وتعمل فيي القصاص اللي كاتبينه. انا بدي اعطيك بركة. لا هي شيء فيي، شيء لإلي وحتى وحتى ما مش ما ما, ما في خساره، لان كل قصاص له سعره، يعني بعطيك بعطيك مصاري. هات نشوف هيك. فيك تقرا لي اياها على صوت عالي عمو المعروف؟ شو ها؟ انتفلي شعره من وجهي 3000. يلا تعا بعطيك 6000 ولا يلا والله تعا يلا هدي 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 هدي. لك يا زلمه شو اي بدك هاي او هاي او هاي هيدي يلا افتحه واقرا لي اياها على صوت عالي. شو ها؟ هدي اركب على ظهري وانا على اربع ارجل. هاي 5000 يلا اطلع اطلع اطلع. بعين يا اخي ما بيجي. ثانك يو. انا انبسطت انه انا حمارك. ثانك يو. دفعت له اعطيتك 5000. لحي لحي يلا ايها بدك هاي او هاي هيدا يلا هيدا نقراها سوا. اضربيني كف ولازم اعطيك 1000 ليرة. بتضربيني كف. لحظة 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 بس خليني احضر حالي. لحظة يلا. Thank you. يلا let's do it. افتحها وقريها على صوت عالي. شو ها؟ خليني احط اصبعي بمنخارك وارجع حطه بتمي. لا انا بحطه انا بحطه انا بحطه انا بحطه انا بحطه. لا 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 يا مان لا. Come on guys. Thank you. ميرسي. قديه محطوط؟ لحظة قديه محطوط؟ قديه بدي ادفع لك؟ 10000. Thank you. ميرسي. جايز مش معقول مش معقول مش معقول. مالك مالك ليك انزل انزل. لا شوط شوط لا شوط شوط لا شوط لا مالك بشرف وحياه مالك